استكمالا لمسار إعادة بناء العلاقات بين مصر وتركيا، تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر. ويأتي التقارب المصري التركي الحالي باعتباره خطوة على طريق الشراكة الاستراتيجية، مدفوعا بالثقل السياسي والعسكري والجيوسياسي للبلدين، مما يجعل التقارب بينهما يكتسب أهمية خاصة لما له من تأثيرات على التوازنات الإقليمية. في هذا الصدد، فإن العلاقات المصرية التركية تتقاطع مع العديد من الملفات في المنطقة، ومن هنا فإن تطبيع العلاقات بينهما يلقي بظلاله وتأثيراته على عدد من القضايا. أولى هذه القضايا القضية الفلسطينية، حيث ينظر للعلاقات المصرية التركية بنظرة ارتياح، إدراكا بأن هذا التقارب يمكن أن تمتد آثاره إلى توحيد جهود التهدئة فيما يتعلق بملف التصعيد في قطاع غزة. ملف آخر تتقاطع معه العلاقات المصرية التركية، ألا وهو التوصل لحل عادل وسلمي للأزمة الليبية، حيث تملك مصر وتركيا خبرات كبيرة في التعامل مع الأزمة والشراكة في جهود إعادة الإعمار، حيث إنها مرحلة تحتاجها ليبيا بشكل كبير لإعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية. كما أن التقارب المصري التركي سيكون عاملا مؤثرا في حلحلة الأوضاع في شرق المتوسط، فمصر وباعتبارها وسيطا موثوقا لدى قبرص واليونان يمكن أن تكون طرفا يساهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، تركيا وقبرص واليونان. ومع تلك الملفات وغيرها، تمثل العلاقات المصرية التركية واحدة من أهم العلاقات التي تعطي مؤشرات وقراءات حقيقية للأوضاع وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط. كما تحقق قوة هذه العلاقات نوعا من التوازن الإقليمي الناجم عن المقاربات الجدية بين قوتين تقليديتين في منطقة الشرق الأوسط في عدد من الملفات.